بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ معاكم دلوقتي شرح موضوع نظرية صفوف الانتظار. الموضوع بيتكون من عدة عناصر: مقدمة مضمونها، تطبيقاتها الإدارية، الهدف من تحليلها، خصائصها، مقاييس الأداء ليها، نماذج صفوف الانتظار، ثم النموذج العام اللي هنركز عليه. أول حاجة أهميتها، طبعا السبب الأساسي إن عندنا مشكلة هنا خاصة في الخدمات وتقديم الخدمات، وهي الانتظار الكبير للعملاء في سبيل الحصول على الخدمة. في المقابل مقدم الخدمة سواء في بنك أو في مطعم أو في أي مكان آخر بيبقى عددهم بسيط. لو عددهم بسيط يبقى الانتظار بيطول بالنسبة للعملاء، وهنا في بتبقى تحصل مشكلة. يعني طبعا مشكلة ان احنا بنفقد عملاء، وان مستوى الخدمة المقدمة بيبقى سيء الى اخره. وعشان كده ابتكروا نظرية صفوف الانتظار، ان هو باختصار كده ان بتوازن بين تكلفتين: التكلفة الاولانية تكلفة الانتظار للعملاء، والتكلفة التانية تكلفة الطاقة او عدد مقدمي الخدمة، تكلفة عدد مقدمي الخدمة. فبنوازن بين الاثنين دول بحيث يكون الاثنين التكلفتين مع بعض عند أدنى حد لهما معا. وهنشوف الكلام ده على شكل بياني حالا. دي باختصار كده فكرة صفوف الانتظار. يعني ما هو العدد الملائم من مقدم الخدمة حتى لا ينتظر العملاء انتظار طويل؟ تطبيقاتها الإدارية، بنقول ان في تكلفة تتحملها المنظمة نتيجة مساحات الانتظار، امكانية فقد او خسارة الاعمال نتيجة ترك العملاء، امكانية خسارة السمعة الطيبة او الشهرة، امكانية تخفيض وثيقة رضاء العميل. طبعا الازدحام بيؤثر طبعا على معنويات متلقي الخدمة الى اخره الى اخره. الهدف منها هو تخفيض التكلفة الكلية، اللي هي التكلفتين اللي انا قلت لحضرتك عليهم دلوقتي: تكلفة الطاقة اي القدرة على التزود بالخدمة، اللي هم القائمين على تزويد الخدمة. طبعا هنا ممكن نقول ايه: عدد اماكن غسيل السيارات، السوبر بتاع ده، الكاشير اللي في السوبر ماركات، اكتر من مكان للكاشير، الى اخره الى اخره. ودي تكلفة الطاقة اللي هي تكلفة انتظار العملاء، وتشمل الاجور المدفوعة للعاملين اللي انتظروا خدمة العملاء، وتكلفة مساحة الانتظار، وأي خسارة للأعمال ترجع إلى رفض العملاء وانتظار رفض العملاء للانتظار، وإمكانية ذهابهم إلى مكان آخر إلى آخره إلى آخره. ودي بنسميها أو بتسمى التكلفة المتعارضة لصفوف الانتظار. وبالتالي يوضح هذه التكلفة المتعارضة على محورين: محور أفقي هو طاقة الخدمة، ومحور رأسي التكلفة. وبيبدأ الخط من نقطة الأصل، خط مستقيم كده اللي هو تكلفة طاقة الخدمة، وبيطلع بيزيد مع الزيادة في عدد مقدمي الخدمة اللي هي طاقة الخدمة، وعكسه تماماً اللي هو تكلفة انتظار العملاء، بتبقى عالية جدا لما بيكون عدد مقدمي الخدمة محدود، وبتظل تنخفض إلى أن تصبح موازية للمحور الأفقي، ودي بنسميها تكلفة انتظار العملاء. بين هذا وذاك بنجمع الاثنين على بعض بنسميها التكلفة الكلية، وموجودة فوق اهي، وتقريبا أدنى نقطة فيها هي اللي بينزل منها خط، وهذا الخط بيبقى قريب شوية من تقاطع تكلفة طاقة الخدمة مع تكلفة انتظار العملاء، وهو ده الحجم الأمثل المطلوب بالنسبة لطاقة الخدمة، ومن ثم الانتظار. خصائص صفوف الانتظار يعني دي حاجات بتبقى يعني أكاديمية شوية: مصدر أو طبيعة المجتمع، أنماط الوصول والخدمة، نظامها، نظام صفوف الانتظار اللي هو طلب الخدمة، عدد مقدمي الخدمة أو قنوات مقدمي الخدمة، وده موجود في الشكل اللي قدامنا. ونظام صفوف الانتظار طبعا
الحكاية اللي أنا قلتها حالا دلوقتي في يعني بتعتمد على الوارد أولا يتم خدمته أولا، يعني اللي جاي الأول هو اللي يمشي الأول، ده شيء طبيعي جدا في انتظار الحصول على الخدمة، وإلا يبقى الأمور مش هتمشي على ما يرام. مقاييس الأداء لصفوف الانتظار، عندي مجموعة من النقاط أو مجموعة من الأبعاد أو المتغيرات: متوسط عدد العملاء المنتظرين، متوسط وقت انتظار العملاء، معدل استخدام النظام، تكاليف تطبيق مستوى الطاقة المعطى، احتمال أن العميل يصل سيكون لديه الفرصة والقدرة على الانتظار للحصول على الخدمة. النماذج بتاع صفوف الانتظار هنتكلم عن النموذج العام والنموذج الثاني قناة واحدة وقت الخدمة الأسي، ثم قناة واحدة وقت الخدمة الثابت، ثم قنوات متعددة وقت الخدمة الأسي. يعني كده أنا عندي كأن أنا بالضبط عندي أربع نماذج بأربع تمارين. عفوا، النموذج العام لصفوف الانتظار، أول حاجة معادلات النموذج، بنتناول كل نموذج بالمعادلات بتاعته والمنطوق بتاعها، ثم يعني المنطوق اللي هو يعني مدلول كل متغير، ثم هنحاول تطبيق تمرين على كل نموذج من النماذج المتاحة. معادلات النموذج ده اللي هو نموذج عامل لصفوف الانتظار، أول معدل استخدام النظام مضمون ويعكس نسبة الطلب التي يتم قياسها عن طريق معدل وصول العملاء يعني إلى الإمداد أو الطاقة التي يتم قياسها أيضا من خلال المنتج الذي يقدمه مقدم الخدمة. ومعدل استخدام النظام يساوي شرطة كسر معدل وصول العملاء على عدد مقدمي الخدمة في معدل الخدمة لكل موظف. وملحوظة هامة، ودي حتة كويسة جدا لازم ناخد بالنا منها بالذات واحنا بنحل المسائل: كل من معدلات الوصول للخدمة يجب أن تكون بنفس الوحدات، يعني نقول عملاء لكل ساعة أو عملاء لكل دقيقة إلى آخره. المعدل الثاني متوسط عدد العملاء الواجب خدمتهم، اللي هو معدل وصول عملاء على معدل خدمة لكل موظف. المعدل الثالث متوسط عدد العملاء في النظام منتظرين أو الواجب خدمتهم، اللي هو يساوي إيه؟ يساوي متوسط عدد العملاء زائد متوسط عدد العملاء المنتظرين الخدمة زائد متوسط عدد العملاء الواجب خدمتهم، ومن ثم متوسط وقت انتظار العملاء في الصف يساوي متوسط عدد العملاء المنتظرين الخدمة على معدل وصول العملاء. المعدل الخامس متوسط وقت العملاء الذي ينقضي في النظام، اللي هو عبارة عن إيه بقى؟ الانتظار في الصف ووقت الخدمة يساوي متوسط وقت انتظار العملاء في الصف زائد واحد على معدل خدمة لكل موظف. طيب نجيب بقى أول حاجة كده، متوسط الجزئية الأولانية اللي هو متوسط وقت انتظار العملاء في الصف هيساوي متوسط عدد العملاء في النظام اللي هم المنتظرين للخدمة على معدل وصولهم أي وصول العملاء، زائد طبعا واحد على معدل الخدمة لكل موظف اللي هو الجانب الآخر من المقياس أو الكسر. متوسط عدد المنتظرين في الصف هو القيمة الرئيسية لأنها المحدد لبعض مقاييس الأداء الأخرى في النظام زي متوسط عدد في النظام، متوسط وقت في المنقضي الوقت في الصف، متوسط وقت في النظام. هناخد تمرين على هذا النموذج العام. بيقول يبلغ متوسط معدل الوصول للعملاء إلى مخبز أفرنجي 16 لكل ساعة، وذلك صباح كل يوم من الأسبوع. توزيع الطلب يمكن وصفه بأنه توزيع يتبع وذلك متوسط من 16، كل بائع يمكن أن يخدم العميل في متوسط 3 دقائق، يعني العميل يحصل على احتياجاته في خلال 3 دقائق في هذا المخبز، اللي هو يعني تفسير إحصائي كده. هذا الوقت يمكن وصفه أنه التوزيع الأسي بمتوسط 3 دقيقة. المطلوب ما هي معدلات الوصول والخدمة؟ احسب متوسط عدد العملاء الواجب خدمتهم في أي وقت. افترض أنه تقرر أن يكون متوسط عدد العملاء المنتظرين في الصف 3.2، في ظل هذا احسب متوسط عدد العملاء في النظام. ما هو متوسط وقت انتظار العملاء في الصف ومتوسط الوقت في النظام؟ طبعا رابع حاجة، حدد معدل استخدام النظام حالة ما يكون عدد مقدمي الخدمة يكون 1 و2 و3 موظف، وده هيبين بقى كفاءة النظام هنا.
الحل معدل وصول اللي هو معطيات يساوي 16 عميل لكل ساعة، ومن ثم معدل الخدمة لكل موظف يبقى واحد على وقت الخدمة اللي هو يساوي عميل واحد باختصار كده على وقت الخدمة 3 دقايق في 60 دقيقة في الساعة، يبقى واحد في 60 على 3 يساوي 20 عميل لكل ساعة. طب المعدل الثاني متوسط عدد العملاء الواجب خدمتهم يساوي معدل وصول عملاء على معدل خدمة لكل موظف، معدل وصول عملاء معطيات اللي هم 16 على معدل خدمة لكل موظف اللي أنا لسه حاسبه من الخطوة اللي فاتت على طول يساوي 20، أو قصدي على 20 يعني يساوي 8 من 10 أو 80% عميل. طيب المعادلة اللي بعد كده أو المطلوب الثالث، بما ان متوسط عدد العملاء المنتظرين للخدمه 3.2 عميل، ودي معطيات يا حضرات، يبقى متوسط عدد العملاء في النظام اللي هم منتظرين او واجب خدمتهم يساوي متوسط عدد العملاء المنتظرين للخدمه اللي هو 8 من 10 اللي حسبناها حالا، زائد المعطيات اللي هو متوسط عدد العملاء الواجب خدمتهم 3.2 يساوي 4. اذا معدل استخدام النظام يساوي معدل وصول عملاء على عدد مقدمي الخدمه في معدل الخدمه لكل موظف. لو هنحسبها على الثلاث حالات، كما يكون موظف واثنين وثلاثة شغالين في خدمة العملاء. طب الحالة الأولانية على عدد مقدمي الخدمة واحد موظف، معدل استخدام النظام هيبقى 16 على 1 في 20 يعني 80%، يعني لما يكون موظف واحد يعني كأن أنا بستخدم كفاءة النظام بمقدار 80%. ركز معايا في الحتة دي. طب لو كانوا اثنين موظفين يبقى 16 على 2 في 20، يبقى بستخدم انا كفاءتهم بمقدار 40%، ودي طبعا حاجة وحشة لان هيفضلوا عطلانين وقاعدين منتظرين الزباين. لو كانوا 3 مقدمي خدمة يبقى 16 على 3 في 20، يبقى دخلنا على 27%، يبقى كفاءة النظام 27% او معدل استخدام النظام حاجة سيئة جدا 27، يبقى دول قاعدين يعني منتظرين بقى ما يصدقوا ان العميل يجي ويقعدوا يخدموا او يشتغلوا على تنفيذ طلباته او امره. طبعا يعني الحالة الاولانية كفاءة النظام عالية بس ممكن يكون في انتظار كتير، الحالة التانية متوسطة، الحالة التالتة كفاءة النظام ضعيفة جدا بس هتبقى التكلفة عالية ولكن العملاء مبسوطين. طبعا دي التكلفتين دول متعارضتين زي ما انا قلت لحضراتكم عليهم في الشرح في البداية. المعدل الثاني او بمعنى اصح النموذج الثاني، مقدم خدمه واحد او قناه واحده ووقت خدمه اسي، له مضمون معين وله معادلات معينه. اول معدل فيها متوسط العدد في الصف يساوي معدل وصول عملاء تربيع على معدل خدمه لكل موظف، افتح قوس معدل خدمة لكل موظف ناقص معدل وصول العملاء واقفل القوس، يعني ده كله تحت الكسر. المعدل الثاني احتمال عدم وجود وحدات أو عملاء في النظام يساوي 1 ناقص افتح قوس كبير واخد شرطة كسر معدل وصول عملاء على معدل خدمة لكل موظف واقفل القوس الكبير اللي هو يضم الكسر كله. وبالتالي المعدل الثالث احتمال وجود نون وحدة في النظام يساوي احتمال عدم وجود وحدات في النظام في معدل في افتح قوس كبير معدل وصول العملاء على معدل خدمة لكل موظف اس نون، ودي مهمة جدا وهنركز في الحتة دي. اس نون احتمال وجود اقل من نون وحدة في النظام يساوي 1 ناقص معدل وصول العملاء على معدل خدمة لكل موظف، وده كله بين قوسين كبار اس نون برضو. ناخد تمرين ونشارك الخطوط الجوية تخطط لفتح مكتب حجز طيران في مدينة القاهرة، يتم الحجز من خلال وكالة واحدة وقدرت أن الطلب على التذاكر والحصول على معلومات سيكون في متوسط 15 في الساعة، ويتبع الطلب توزيع بواسون، ووقت الخدمة يفترض أنه يتبع التوزيع الأسي. دي حاجات أساسية يا جماعة، نواحي إحصائية يعني ما تهمناش قوي، وأن الخبرة السابقة لنفس العمليات تقترح أن متوسط وقت الخدمة حوالي 3 دقائق لكل طلب، والمطلوب نمرة 1 معدل استخدام النظام، نمرة 2 نسبة الوقت الذي يظل فيه مقدم الخدمة في حالة عطل، نمرة 3 العدد المتوقع من العملاء المنتظرين للحصول على الخدمة. المطلوب الرابع متوسط الوقت الذي سوف يقضيه العملاء في النظام، المطلوب الخامس احتمال عدم وجود عملاء في النظام، المطلوب السادس احتمال وجود 4 عملاء في النظام.
لما نيجي نحل بقى في عندنا معطيات وعندنا حاجات هنجهزها للحصول على هذه المعادلات كلها. أول حاجة معدل وصول عميل 15 في الساعة، ده كويس. طب معدل خدمتهم بقى، معدل خدمة لكل موظف 1 على وقت الخدمة، اللي هو عميل 1 على 3 دقايق في 60 دقيقة في الساعة يساوي 20 عميل. يعني كأن أنا معدل استخدام النظام عندي هنا عندي 15 في الساعة على 1 في 20 عميل في الساعة يساوي 75%، يعني كأن كفاءة النظام هنا 75% من طاقته الكلية. المطلوب الثاني نسبة وقت العطل يساوي 1 ناقص معدل استخدام النظام، 1 اللي هو 100% بتاعتنا ناقص استخدمنا النظام بكفاءة 75%، يعني اتعطلنا 25% أو 25%، برضو يعني معقولة كويسة مش عطل كبير. متوسط العدد في الصف أو حاجة تانية، العدد المتوقع من العملاء المنتظرين على الخدمة يساوي معدل وصول عملاء تربيع على معدل خدمة لكل موظف، ولسه واخدين معدل دلوقتي في افتح قوس معدل خدمة لكل موظف ناقص معدل وصول العملاء واقفل القوس. هعوض بقى يا جماعة، معدل وصول عملاء معطيات 15 تربيع على 20 اللي انا حسبتها اللي هو معدل خدمة لكل موظف في 20 ايضا ناقص 15 يساوي 2.25 عميل. المطلوب الرابع متوسط الوقت الذي يقضيه العملاء في النظام يساوي متوسط وقت انتظار العملاء في الصف زائد 1 على معدل خدمة لكل موظف. ومن ثم هعوض بقى في الجانبي المعادلة أو شقي المعادلة دي، متوسط عدد العملاء في النظام على معدل وصول العملاء اللي هو عبارة عن 2.25 اللي أنا لسه حاسبها في خطوة سابقة على 15 اللي هي معطيات زائد 1 ثابت عندنا موجود في الكسر على معدل خدمة لكل موظف اللي هو 20، يعني 12% ساعة لو ضربتها في 60 دقيقة تطلع 12 دقيقة علشان نحوله كله بالدقايق. المطلوب الخامس احتمال عدم وجود عملاء في النظام يساوي 1 ناقص افتح قوس شرط الكسر كبيرة معدل وصول عملاء على معدل خدمة لكل موظف اقفل القوس يساوي 1 ناقص 15 على 20، يعني 25%، ده احتمال عدم وجود عملاء في النظام. آخر حاجة احتمال وجود 4 عملاء في النظام يساوي احتمال عدم وجود عملاء في النظام كاملة اللي هي 25% مضروبة في افتح قوس معدل وصول عملاء على معدل الخدمة لكل موظف اللي هو 15 على 20 أس 4 اللي هو مديها لي في أول المعطيات احتمال وجود 4 عملاء في النظام، يعني نون في النظام. فأنا خدت الأربعة دي وعملتها أس، يعني معدل وصول عملاء على معدل الخدمة لكل موظف أس 4، هتطلع النتيجة 79%، ده احتمال وجود 4 عملاء في النظام. النموذج الثاني، النموذج الثالث مقدم خدمة واحد أو قناة واحدة ولكن وقت خدمة ثابت وله مضمون وله معادلات بتاعته. المعادلة الأولانية على فكرة هذه النماذج كلها بتكمل بعضها، يعني ممكن استخدم معادلات سابقة في النموذج العام والنموذج الثاني هنا او حتى في النموذج الرابع. متوسط عدد العملاء المنتظرين للخدمة يساوي شرط كسر كبيرة معدل وصول عملاء تربيع على 2 تحت في معدل خدمة افتح القوس معدل خدمة لكل موظف ناقص معدل وصول العملاء. متوسط الوقت الذي يقضيه العملاء في الصف ايضا ينخفض الى النصف وتحسينات مشابهة الى اخره. نكمل، شايفين ده معادلة كان معادلة واحدة بس، هي معادلة واحدة في هذا النموذج الثالث ولكن هنعتمد على بعض المعادلات السابقة في النموذج الاول اللي هو العام والنموذج الثاني لحل التمرين الثالث اللي قدامنا ده. تمرين 3، في محطة خدمة لغسيل وتكييف السيارات بصورة اوتوماتيكية تستغرق هذه العملية مع قناة واحدة 5 دقائق في صباح يوم الجمعة، يعني عز الزحمة، يعني كل الناس واخدة اجازة وراح تغسل عربياتها خصوصا ايام المطرة اللي هي بتبقى فيها الشوارع يعني مليانة أتربة ومياه وإلى آخره. تصل السيارات بمعدل 8 سيارات كل ساعة، وذلك مع اتجاه الوصول لأن يتبع توزيع بواسون. قلنا الكلام ده نواحي إحصائية ملناش فيها وملهاش قيمة عندنا في التصرف في المعادلات.
المطلوب متوسط عدد السيارات في الصف، والمطلوب الثاني متوسط الوقت الذي تقضيه السيارات في الصف وفي الخدمة. بما أن معدل الوصول يساوي 8 سيارات في الساعة، ومعدل الخدمة يساوي 1 كل 5 دقائق، يبقى 1 على 5 في 60 يساوي 12 سيارة في الساعة. ومن ثم نحسب بقى المعدل المطلوب، متوسط عدد السيارات في الصف يساوي معدل وصول عملاء تربيع على 2 في معدل الخدمة لكل موظف. أفتح قوس معدل الخدمة لكل موظف ناقص معدل وصول عملاء وأقفل القوس، هيساوي 8 تربيع على 2 في 12 في 12 ناقص 8، يساوي علامة 667 سيارة، يعني كأن هي تلتين سيارة. متوسط الوقت الذي تقضيه السيارات في الصف وفي الخدمة يساوي متوسط، طبعا جانبين للمعادلة أو يعني شقين للمعادلة، متوسط عدد السيارات في الصف على معدل الوصول زائد 1 على معدل الخدمة. أنا جبت متوسط عدد السيارات في الصف اللي هو علامة 667 على معدل الوصول، ده معطيات 8 زائد 1 على 12 اللي هي 1 على معدل الخدمة، يساوي 167 من 1000 في ساعة، أو لو ضربتها في 60 دقيقة يديني 10 دقايق. متوسط الوقت اللي تقضيه السيارات في الصف وفي الخدمة 10 دقايق. النموذج الرابع تعدد مقدمي الخدمة أو نظام القنوات المتعددة، وله مضمون وله برضو افتراضات أساسية. معادلاته، أول معادلة معادلاته الأساسية اللي هي بتوصل للحل في هذا النموذج، وإن كنا برضه زي ما أقول لحضراتكم ممكن نعتمد على معادلات سابقة في الثلاثة النماذج الأولى. متوسط وقت انتظار العملاء في النظام وذلك لعدم خدمتهم بصورة فورية، يعني منتظرين عشان ما حصلوش على الخدمة بصورة سريعة، يساوي 1 على عدد مقدمي الخدمة في معدل الخدمة لكل موظف ناقص كل ده ناقص معدل وصول العملاء. طيب المعادلة الثانية، احتمال انتظار العملاء للحصول على الخدمة يساوي متوسط وقت انتظار العملاء في الصف على متوسط وقت انتظار العملاء لعدم خدمتهم بصورة فورية. طيب نشوف، شركة لديها 7 سيارات تاكسي تعمل في المطار، وحددت الشركة أنه أثناء الساعات المتأخرة من ليالي الأسبوع العملاء يطلبون السيارات بمعدل يتبع توزيع بواسون بمتوسط 6.6 كل ساعة. وقت الخدمة أسي بقرنا طبعا نواحي دي نواحي إحصائية ملناش فيها، وذلك بمتوسط 50 دقيقة لكل عميل. افترض أنه يخصص سيارة واحدة لكل راكب، إذا علمت أن متوسط العدد في الصف 1 وعلامة 674، أوجد ما يلي: متوسط وقت انتظار العملاء وذلك لعدم خدمتهم بصورة فورية، احتمال انتظار العملاء للحصول على الخدمة، ثم معدل استخدام النظام أو كفاءة النظام اللي احنا حسبناها أكتر من مرة قبل كده. معدل وصول العملاء 6.6 كل ساعة، ودي معطيات. عدد مقدمي الخدمة 7 سيارات، قلنا الشركة بتشتغل عندها 7 سيارات بتخدم المسافرين أو المغادرين. معدل الخدمة لكل سيارة يعني 1 على 50، يعني عميل لكل رحلة بالسيارة على 50 دقيقة لكل رحلة سيارة، يعني 50 دقيقة في منتصف الليل مثلا، يعني ممكن تصل إلى ضواحي القاهرة من المطار لأي مكان من ضواحي القاهرة، أو حتى المدن الجديدة اللي هي حوالين القاهرة، ممكن في ال50 دقيقة دي توصل، وخصوصا الطرق بالليل بتبقى مفتوحة. في 60 دقيقة في الساعة يساوي 1.2 عميل كل ساعة لكل سيارة. المطلوب الأولاني، متوسط وقت انتظار العملاء لعدم خدمتهم بصورة فورية يساوي 1 على عدد السيارات في معدل خدمة لكل سيارة، واقفل القوس، ناقص معدل وصول العملاء، يبقى 1 على 7 في 1.2 ناقص 6.6 هيساوي علامة 566 ساعة، نحولها بالدقايق تبقى اضربها في 60 دقيقة تديني 33.36 دقيقة. المطلوب الثاني، احتمال انتظار العملاء للحصول على الخدمة يساوي متوسط وقت انتظار العملاء في الصف على متوسط وقت انتظار العملاء لعدم خدمتهم بصورة فورية. نجيب أول حاجة بقى، متوسط وقت انتظار العملاء في الصف يساوي متوسط عدد العملاء المنتظرين في الصف على معدل وصول عملاء 1 على 674 حسبناها على 6.6 يديني
علامة 2 5 3 6 ساعة، أو لو حولناه بالدقايق 15 دقيقة و22 من 100. إذا احتمال انتظار العملاء للحصول على الخدمة يساوي اللي احنا طلعناه اللي هو متوسط وقت انتظار العملاء في الصف اللي هو علامة 2 5 3 6 على إيه يا حضرات؟ على 5 6 6 اللي هي معدل وصول العملاء يساوي علامة 4 5 6. آخر حاجة معدل استخدام النظام أو كفاءة النظام في ظل هذا النموذج وهذه المعطيات يساوي معدل وصول عملاء على عدد مقدمي الخدمة في معدل خدمة لكل موظف. على فكرة معدل استخدام النظام ده ما تغيرش في الأربع نماذج السابقة وهي معادلة واحدة. عدد معدل وصول العملاء 6.6 على 7 عدد مقدمي الخدمة اللي هو 7 سيارات، في السيارة بتخدم 1.2، يبقى إذا هنا معدل كفاءة النظام أو استخدام النظام 78%. ده يعني حاجة كويسة، يعني لأن الخدمة مرتبطة دايما من خصائصها، مرتبطة بمقدم الخدمة، مرتبط ارتباط مباشر بالعميل أو الذي يحصل على الخدمة. فإذا لو في عميل مجاش خلاص يبقى مقدم الخدمة منتظر، ومن ثم كفاءة النظام بتقل. وبكده نبقى شرحنا النموذج العام والثلاثة نماذج الأخرى التابعة له بمعادلاتها بمكوناتها بأمثلة عليها في نظرية صفوف الانتظار اللي بنقول عليها هدفها الأساسي تخفيض التكلفة الكلية للمنشأة أو للشركة المقدمة للخدمة. وغالبا صفوف الانتظار مرتبطة بخدمات، لأن الخدمة مرتبطة بمقدمها ومتلقيها، ومن ثم هناك اتصال مباشر. وإذا طبعا حصل انتظار بتحصل في نوع من الضجر والنفور وترك العميل للمنشأة. إذا هنا أرجع أقول التكلفتين، تكلفة الطاقة اللي هي مقدم الخدمة، والتكلفة الأخرى تكلفة العملاء أو انتظار العملاء اللي هو، أو يعني لو عملاء كانوا منتظرين ممكن يسيبوني، وتكلفة فقد العملاء على مستوى الأجل الطويل لأن مش هقدر أحتفظ بالعميل بتاعي. وعلى فكرة الفكرة دي أو نظرية صفوف الانتظار دي موجودة في معظم مطاعم الوجبات السريعة، يبقى عندهم فكرة بإن وقت الذروة بيعملوا إيه والطلبات مطلوبة إيه، وبالتالي تجد إن أنت ما تاخدش، مجرد ما تطلب طلبك ما تنتظرش أكتر من 5 دقايق وتلاقي الطلب جاهز، حتى لو كان ممكن بيتسوى هو في ربع ساعة، إنما بيبقى يعني بيبقى نصف ناضج كده وتاخده بالهنا والشفا بقى. شكرا يا حضرات، ونراكم في موضوع آخر بإذن الله. مع السلامة.